أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف تلد الأمة ربتها؟ الحقيقة هذا موضوع محير، أتأمل معكم اليوم في هذا اللقاء 11 من سلسلة أفلا تذكرون، حديثا نبويا عظيما تنبأ بظاهرة اليوم نراها رأي العين، لم يكن أحد يتصور حدوثها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في حديث نبوي عظيم. الحقيقة أيها الأحبة، هل يمكن لامرأة أن تلد بنتا غير ابنتها أو ولدا غير ولدها؟ يعني تحمل هذا الطفل في رحمها ثم تلده ولكنها ليست أمه؟ ظاهرة غريبة انتشرت اليوم، ولكن النبي أنبأ عنها صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيها الأحبة، يعني سؤال نطرحه في بداية هذا اللقاء، كيف يمكن لأمة عبدة أو جارية أو إنسانة مستأجرة خادمة أن تلد سيدتها ولا تكون بنتا لها؟ التي تلدها هي سيدة لها، هي أعلى منها ولكن ليست بنتا لها. طبعا يعني هناك تفسير قديم يقول بأن من أشراط الساعة أن تجد جارية يتزوجها سيدها فتنجب منه بنتا أو ابنا يصبح سيدها أو تصبح ربتها، سيدتها يعني. ولكن هذا طبعا التفسير أيها الأحبة يعني غير دقيق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الحديث باقتراب الساعة، وهذه الظاهرة كانت تحدث قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هناك إنسانة عبدة أو أمة يتزوجها سيدها وتنجب له، إذن الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تلد ابنا لها، لأن هذه الأمة عندما يتزوجها سيدها تلد بنتا لها أو ابنا لها، ابن حقيقي منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربتها، لم يقل ابنتها أو ابنها. طبعا أيها الأحبة، يعني كيف يمكن لإنسانة أن تلد بنتا ليست بنتا لها؟ معادلة غريبة، ولكن اليوم أيها الأحبة نستطيع أن نفسر هذا الحديث بناء أو على ضوء ظاهرة انتشرت كثيرا اليوم في بعض الدول الغربية، وهي ظاهرة استئجار الأرحام. طبعا هناك إعلانات كثيرة على الإنترنت، womb for rent، يعني رحم للاستئجار، شيء غريب والله أيها الأحبة. فتعتبر اليوم أيها الأحبة الخادمة أو الفقيرة بمثابة الأمة قديما. اليوم لا يوجد عبيد وإماء، ولكن هناك أناس فقراء، إنسانة فقيرة معدمة لا تجد ما تأكله، تؤجر رحمها. تطور العلم الحديث فأصبح يعني هناك زوجين، زوج وزوجة مقتدرين ماديا، يستطيعان أن يدفعا مبلغا كبيرا من المال لإنسانة فقيرة فتؤجر هذا الرحم لهما،
والطب الحديث يستطيع اليوم أن يقوم بأخذ نطفة من الرجل وبويضة من المرأة وتلقيحهما وزرعهما في رحم امرأة أخرى، وبالتالي تلد يعني ابنة أو ابنا ليس ابنها حقيقة، يعني حسب علم الجينات هو ليس ابنها، ولكن سماها النبي ربتها. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الأمر يتم مقابل مبلغ من المال. طبعا حسب الموقع الطبي الشهير ويب ام دي، فإن عملية إنجاب طفل لأبوين من خلال استئجار رحم امرأة هندية في الهند تكلف بحدود 12 ألف دولار أمريكي، بينما هذه العملية يمكن أن تكلف في أمريكا 70 ألف دولار، تختلف من منطقة لأخرى. فأفقر النساء هن من يؤجرن أرحامهن، هذا غالبا يعني، لأنه لا يوجد إنسانة تفعل هذا إلا إذا كانت فقيرة، يعني بمثابة الأمة هي محتاجة جدا. طبعا الزوجان يلجأان لهذه العملية بسبب المرض أو سرطان الرحم للزوجة، وربما أحيانا يكونان مشغولين في بعض الأعمال، والمرأة لا تريد أن يعني تكلف نفسها أعباء الحمل والولادة وآلام الولادة، فيستأجران رحما آخر وتنجب لهما ابنة أو ابنا. طبعا هنا يلجأ الزوجان لاستئجار رحم امرأة فقيرة، يعطيانها بعض المال لإنجاب طفل لهما، وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير اليوم أيها الأحبة. فطبعا باختصار هذه العملية تتلخص أن الأطباء يأخذون بويضة من الزوجة ويلقحونها بنطفة الزوج في المختبر طبعا، وينتظران فترة من الزمن حتى تتشكل النطفة الأمشاج، وبعد ذلك يتم زرع هذه النطفة الأمشاج في رحم المرأة المؤجرة لرحمها، وينمو الطفل في رحم هذه المرأة الغريبة بشكل طبيعي، ثم تلد هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى. والمفارقة العجيبة يعني أنه قبل مجيء القرن الحادي والعشرين لم يكن أحد قادرا على أن يتنبأ بهذه الظاهرة أبدا، ظاهرة غير معروفة أبدا أيها الأحبة. إذن الحقيقة العلمية تقول إن المرأة يمكن أن تلد بنتا لأبوين آخرين، أي تلد ربتها أو بنتا ليست ابنتها، يعني هنا التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربتها، أي مولود ليس ابنا لها وبنفس الوقت هي التي تلده. وطبعا تستمر هذه الأم بتأجير رحمها للغير مع استمرار الفقر، لأن المال الذي تأخذه قليل جدا لا يجعلها غنية ولا يجعلها سيدة، وبالتالي تبقى هذه المرأة فقيرة. مثلا هناك مرأة هندية أجرت رحمها $5,000 لتعيش فقط وتطعم أولادها بهذا المبلغ، هذا المبلغ يمكن أن يكفيها ل10 سنوات، ولكن ستكون حياتها أيضا فقيرة لن يغنيها. وبالتالي أيها الأحبة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبر عن المرأة الفقيرة بالأمة، وعبر عن المولودة من أبوين غريبين عنها بالربة، فهذه البنت لا تنتسب إليها قانونيا، من الناحية القانونية ليست بنتا لها، من الناحية الطبية أيضا هي ليست ابنتها، لأن البويضة والنطفة من خارج هذه المرأة. طبعا هذه الظاهرة أيها الأحبة
أنبأ عنها حبيبكم عليه الصلاة والسلام وربطها بيوم القيامة، بأحداث يوم القيامة، باقتراب الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أمارات الساعة، من علامات الساعة، من الظواهر التي إذا رأيتموها يجب أن تعلموا أن الساعة قريبة. قال عليه الصلاة والسلام: من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها. هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. طبعا وفي رواية ثانية: أن تلد الأمة ربها، للذكر يعني، من الممكن أن تلد أنثى أو ذكر. والرب هنا بمعنى السيد، ليس المقصود بها الإله، الرب هنا السيد، كما في سورة سيدنا يوسف قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي ارجع إلى سيدك. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده خمرا. فالرب هنا بمعنى السيد. إذن أيها الأحبة، الرواية الثانية تقول أن تلد الأمة ربها، وبالتالي شملت الروايتين الذكر والأنثى. هذا الحديث أيها الأحبة يدل على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي الكريم يعني أراد أن ينبئنا عن أمر إذا رأيناه اليوم ندرك أن الساعة قريبة جدا، ينبغي أن نستعد لها. هناك ظواهر كثيرة أيها الأحبة أنبأ عنها النبي، اختراعات، اكتشافات، ولكن للأسف نحن لا نقرأ، نظن أن هذه الأمور التي نراها هي أمور حديثة لم يعلم بها أحد من قبل. النبي أنبأ عن كل هذه الأشياء التي ترونها أمامكم اليوم. يعني مثال، هناك اختراع في عام 2014، عنوان هذا الاختراع: حذاء حذاء ذكي متصل بالأقمار الاصطناعية يخبرك بالطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه. يعني والله أيها الأحبة شيء غريب أنك تجد يعني اختراعات غريبة جدا. الحذاء الذكي يأتي بعد الهاتف الذكي والشاشة الذكية والكذا، مجموعة كبيرة من الاختراعات الذكية. طبعا أيها الأحبة، هذا الحذاء تم تصميمه ليخبر صاحبه بالاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر، فيصدر اهتزازات محددة تدله على الطريق، يعلم من خلالها أين يتوجه، يمينا أو يسارا، يعني حسب جهة الاهتزاز يعلم أنه يسير باتجاه مستقيم أو يمين أو يسار. ويمكن أن يتكلم أيضا من خلال سبيكر موصول بالأذنين أو خارج الأذنين، تستطيع أن تسمع صوت هذا الحذاء الذي يتكلم ويخبرك بالطريق. كما أن هذا الحذاء يستطيع أن يخبرك بدرجة الحرارة، بالطقس، يمكن أن يكون مزود بكاميرا، طبعا كله متصل عبر الإنترنت، تشاهد ما يجري في بيتك. يعني شيء غريب والله أيها الأحبة. هذه الأحذية الذكية تتصل بالأقمار الاصطناعية وتستخدم تقنية التوجه عن بعد، أو ما يعرف بGPS، من خلال طبعا الاتصال بالهاتف الجوال. طبعا أيها الأحبة، هذه الأحذية قامت شركات بتطويرها لتصبح سهلة الاستخدام، ويستخدمها اليوم مرضى الزهايمر الذين فقدوا ذاكرتهم، لم يعرفوا التوجه الصحيح فتدلهم على الطريق. كذلك بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يستخدمون هذه الأحذية أيها الأحبة. طبعا عنوان بعض المقالات جاء على صحف غربية: حذاء ذكي يخبرك أين تذهب. بالحرف، أنا أقرأ بالحرف أيها الأحبة، وكأن هنا الحذاء يتكلم يخبرك بالطريق. هذا الاختراع يبدو اليوم أيها الأحبة شيئا مألوفا
بعد التطور المذهل للتكنولوجيا الرقمية. يبدو شيئا يعني غير غريب بالنسبة لكثير من الناس الذين يعيشون في عالم الاختراعات وعالم الذكاء الاصطناعي. التطور المذهل أيها الأحبة يجعلنا لا نستغرب من حديث العلماء اليوم أو المخترعين عن حذاء ذكي يخبر صاحبه، يكلمه ما الذي يحدث، كيف سيهتدي إلى الطريق، مربوط طبعا من خلال جهاز لاسلكي مع الموبايل ومع القمر الصناعي، ويمكن أن يكون هناك سماعات بلوتوث أيضا لاسلكية، فكلها شبكة مرتبطة ببعضها، ويمكن لهذا الحذاء أن يتم شحنه من دون كهرباء، لا يحتاج إلى كهرباء، بالضغط عليه، يعني عندما تمشي تضغط عليه فتتحرك، يتحرك جهاز معين يعمل يولد الكهرباء نتيجة الضغط عليه، يولد الكهرباء فيتم شحن هذا الحذاء الذاتي، يعني لا يحتاج إلى شاحن أصلا يعني سبحان الله. طبعا من كان يتصور أيها الأحبة مثل هذا الاختراع؟ يعني اليوم أنت لو رأيت إنسان لديه حذاء يخبره بالطريق ويخبره ماذا يمكن أن يفعل، وإذا وقد يتطور هذا الحذاء ليستخدم فيه الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يجيبك عن بعض الأسئلة، يعني تسأل هذا الحذاء مثلا كيف أذهب إلى منطقة معينة بالصوت، فيجيبك هو، يجيبك بصوت آخر، فأنتما تتكلمان أنت وحذاؤك، شيء غريب، ولكن هذا ليس غريبا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم البشرية. تأملوا أيها الأحبة هذا الحديث الذي يصف تماما هذا الاختراع. الحديث رواه ابن حبان رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. دققوا، النبي لا يقسم إلا بالأمور إلا إذا كان هناك أمر عظيم. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله صلى الله عليه وسلم. والله يا الحبة يعني إنسان يقشعر بدنه عندما يشاهد اختراع يستطيع أن يحدثك وتحدثه عبارة عن حذاء نعل، يعني تنتعله ويشحن من خلال المشي، أثناء المشي عليه يتم شحنه، لا يحتاج إلى شاحن، لا يحتاج إلى أي شيء، فأنت كأنما تتحدث مع هذا الحذاء. ويمكن أن تسأل هذا الحذاء بعض الأسئلة وهو يخبرك بالطريق الصحيح، يخبرك كيف تذهب إلى منطقة محددة بالصوت أيها الأحبة، تحدثه ويحدثك من خلال طبعا تقنية الجي بي اس، ومن خلال اتصاله مع الموبايل، ومن خلال اتصاله بالإنترنت. طيب هذا الأمر يعني قبل 10 سنوات أو 20 سنة كان أمر مستغرب، فكيف من 1400 سنة يقسم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله؟ واليوم نجد على صحف عالمية حذاء ذكي يخبرك بالطريق، يعني يكلمك نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن لبشر، أنا أتساءل وأوجه هذا السؤال لمن يشكك بنبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن لإنسان يعيش في القرن السابع الميلادي أن يتنبأ بالحذاء الذكي الذي تم إصدار أول نسخة منه أو تم اختراعه عمليا عام 2014؟ كيف يمكن؟ والله أيها الأحبة إن هذا الحديث وغيره من الأحاديث ليشهد على أنه رسول صادق في دعوته عليه الصلاة والسلام، أنبأنا عن أحداث يوم القيامة وحذرنا وكان حريصا علينا. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
قريب لنا جدا، لأن المؤمن لا يوجد مؤمن لا يحب النبي أكثر من نفسه. اسأل أي مؤمن يقول لك أنا أحب هذا النبي حتى أكثر من نفسي. لذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تشعر أنه جزء منك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من يؤمن به طبعا، عزيز عليه ما عنتم، يعني يحمل همومك أيها الإنسان أيها المؤمن، حريص عليكم، حريص على ألا يؤذيك شيء، ألا تسلك طريق خاطئ، ألا تصاب بأذى، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطانا هذا الحديث ليقول لنا كرسالة خفية، إذا رأيتم أن هذا النعل يحدث يكلم صاحبه حتى يكلم الرجل نعله، اعلموا أن الساعة ستكون قريبة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، علينا أن ننتبه، أن نحذر، أن نتوقع في أي لحظة، نتوقع لقاء هذا الإله العظيم. فانظر ماذا أعددت، ماذا أعددت لهذا اللقاء، عندما سيسألك الله عز وجل ويقول لك كما في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، سوف تسأل عن هذا الكتاب العظيم ماذا فعلت به، هل بلغت آياته؟ والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. هل نشرت علوم القرآن؟ هل ساهمت في إرسال معجزة نبوية أو معجزة قرآنية، ونحن في عصر العلم، إلى من تعرف أو لمن لا تعرف؟ هل ساهمت في تبليغ آيات الله؟ الله تعالى يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث